عم قلك فات لعندي على الفيلا تهجم علي وهددني. وانت ما قصرتي فيهم كمان. كيف يعني؟ يعني هاي اللعبة صار لازم تخلص، وملف ياسمين لازم تسكريه. ايه بس احنا مو هيك كنا متفقين، مو هيك؟ مدام ستيفاني، الاتفاق نحنا بنفرضه، وبظن انه كلام وليد بيك واضح وصريح. بس انا مو لعبة بايدك، مو لعبة بايدك. بالاذن. شو هاد؟ سيدي تفرج عليه بعدين